إذن مشاهدينا، التنافس الأمريكي الصيني يتصاعد، هذه المرة وصل إلى حاملات الطائرات. الصين تدشن حاملة طائرات صينية أطلقت عليها فوجيان، وتعد الأحدث والأكبر والأكثر تقدما. فوجيان انطلقت من شانغهاي في أولى تجاربها البحرية لتنضم إلى أكبر أسطول بحري في العالم. إذن نايف، ما تفاصيل حاملة الطائرات هذه؟ الحديث عن حاملة الطائرات الصينية، إذن مشاهدينا، فوجيان، والتي تعد الأحدث والأكبر والأكثر تقدما، وتعمل بنظام الدفع الكهرومغناطيسي، مزايا جعلتها تتساوى نوعا ما مع حاملة الطائرات الأمريكية USS جيرالد آر فورد. لكن مع ذلك، فإن جميع حاملات الطائرات الأمريكية تحتفظ بميزتين رئيسيتين مقارنة بفوجيان، هما القوة والحجم. فمثلا، حاملة الطائرات الأمريكية تعمل بالطاقة النووية، وهذا يمنحها القدرة على البقاء في البحر طالما استمرت مؤن الطاقة. أما فوجيان فتعمل بالوقود التقليدي، هذا يجعلها تعود إلى الميناء كي تتزود بالوقود. أما بالنسبة لميزة حجم الحاملة الأمريكية، فالحاملة فورد مشاهدين تحمل 100,000 طن وعشر سفن و87 ألف طن متري، وتستوعب أيضا نحو 75 طائرة على متنها.